يا اهلا بيكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان بلاك بيوتي، واحد من اجمد افلام ديزني، واللي بيتكلم عن حصانه من فصيله المستنج، ودي بقى فصيله صعبه جدا اي حد يقدر يراودها. وبيبتدي فيلمنا مع بلاك اللي بتتولد في مكان جميل كله زرق والطبيعه فيه خلابه، وبتكون بلاك متعلقه جدا بامها من اول يوم، وبتتعلم منها كل حاجه زي ان الحصان الكويس ما ينفعش يرفس ولا يعض، ولازم يبقى حيوان شهم. وبتقول لها امها لو الدنيا ضاقت عليكي في يوم من الايام، طلعي روح المستنج اللي جواكي، هي اللي هتساعدك في المواقف الصعبه دي. وبعدها بتكبر بلاك وبيبقى عندها سنتين، وفي مرة وهي بتجري مع باقي القطيع بيشوف شوية خرفان ماشية جنبهم، وانا بقى بتستغرب بلاك وبيكون عايزة تعرف القطيع ده جاي منين وازاي في اصلا مخلوقات غيرهم على الارض. وبعدها بتطلع من المكان لوحدها علشان تستكشفه، وانا بقى بيشوفها شوية صيادين وطبعا مش بيصدقوا نفسهم، وده لان حصان المستنج غالي جدا. وبتهرب منهم بلاك وبترجع لامها اللي بتعرف اللي حصل، وبتحذرها من خطورة الموضوع، وبتقول لها ان البشر دي مخلوقات عنيفة ولو دخلت مكان بتخربه، وانها بتصرفها ده عرضت القطيع كله للخطر. وبتفضل بلاك شايله الهم وخايفه يطلع كلام امها صح، لحد ما في يوم فعلا بيوصل الصيادين للمكان اللي فيه بلاك والقطيع بتاعها، وبيجروا وراهم لحد ما يمسكون كلهم وياخدوهم في قفص واحد. وطبعا بلاك بتبقى شايفه انها السبب في كل اللي حصل ده، واللي بيصعب الموضوع اكتر انها مش بتكون شافت امها من ساعه ما الصيادين قبضوا عليهم. وبتفضل بلاك في المكان الجوي بتاعها تجري وتعمل شغب، وده بيخلي مفيش حد عايز يشتريها، لحد ما في يوم بيروح جون مالي علشان يشتري حصان للاستابل بتاعه. ومن اول ما بيشوفه بلاك بتحس ان في حاجه مختلفه، وفعلا اول ما بيشوفها جون بيقرر انه يشتريها، مع ان الصياد اللي كان يصطاد بلاك بيقول له بلاش تاخدها علشان دي مشاغبه وعماله تعمل قلق من يوم ما وصلت، بس جون بيصمم انه ياخدها معاه للاستابل بتاعه. وهناك بقى بدات بلاك ترتاح وتحس ان حياتها بقت احسن. وكان في طفل المفروض انه بيحط الاكل للحصينه، بس كل ما يدخل على بلاك تطلع تجري وراه لحد ما بقى بيترعب منها ومش بيحب يحط لها اي اكل. وطول الوقت بيكون جون مراقب كل حاجه بتحصل، وعارف ان بلاك مش متقبله الوضع ده، بس بيقول ان مع الوقت لازم هتتعود على الوضع. وبعد كام يوم بيجيب حصانين كمان للاستابل، ودول بيبقوا اصحاب بلاك وبتفضل تلعب معاهم، بس برضو اي وقت يدخل فيه الطفل يحط الاكل بتطلع تجري وراه. ولما كان بيحاول جون بنفسه انه يديها جزر او يروضها بترفض، وكله بيقول ان جون مستحيل يقدر يروض حصان بقوه بلاك. وفي يوم بيكون بلاك واقفه تتفرج على البيت الجديد اللي هي فيه، وبتشوف جون بيتكلم في الموبايل وزعلان، وبنعرف ان اخته وجوزها عملوا حادثه وماتوا هما الاثنين، ودلوقتي سايبين وراهم بنتهم الصغيره جو اللي ملهاش اي مكان تعيش فيه غير بيت جون. وبيستعد جون انه يستقبل جو اللي اول ما بتوصل بيشوف بلاك في عينيها نظرات مختلفه عن باقي البشر اللي شافتهم، وبتحس انها هتحبها قريب، بس جو مش بتبقى طايقه حياتها ولا عايزه تتكلم مع حد. ولما بيحاول جون انه يقرب منها بتقول له ابعد عننا، اصلا قاعده معاك هنا علشان ده حكم محكمه، انما غير كده انا ما اعرفكش اصلا ومش عايزه اعيش هنا. وفي يوم بتطلع جو تتمشى شويه وبتشوف بلاك، وبتعجب بيها لانها مختلفه عن باقي الحصينه. ولما بيلاقيها جون هناك بيستغل الموقف وبيروح يقول لها ان بلاك دي اتخطفت من قريتها وسط ناسها واهلها، وجت لحد هنا علشان كده مكتئبه شويه. وطبعا بتفهم جو ان يقصدها هي بالكلام ده، فبتقول له انا مش عايزه شفقه من حد ولا عايزاك اصلا تكلمني، وبتسيبه وتمشي. وبيفهم جون ان نفسيتها تعبانه فمش بيرضى يحط عليها وبيسيبها براحتها. وتاني يوم بيكون جو قاعده ترسم بلاك وبيبان انها بدات تعجب بيها، وبيعدي بنتين ساكنين جنبهم وبيفضلوا يتريقوا على جو ويقولوا انها عايشه في مكان مقرف وريحته وحشه، وطبعا جو بتسمعهم بس مش بتقدر ترد عليهم. وبتفضل قاعده من بعيد تراقب بلاك وبيشوف ان محدش قادر عليها ولا حتى جون نفسه بيقرب منها، وبتحضر درس من جون اللي بيشرح فيه ازاي تسيطر على الحصان، وبيقول ان الحصان لو عمل اي حاجه صح لازم تشكره علشان يحس انه بيعمل حاجه مفيده. وبيفرح جون لما يلاقي جو واقفه بتتفرج عليه وبيحس انها بدات تنسجم في المكان. وبتروح جو من نفسها لبلاك وبيحاول الطفل الغلبان اللي كل شويه بلاك تحط عليه انه يمنع جو، بس بيقول له جون ان اي صوت هيعمله هيعصب بلاك وممكن تاذي جو. وكله بيفضل واقف يتفرج على جو اللي قربت من بلاك وقعدت على ركبتها قدامها، ودي كانت اول مره تدي بلاك الامان لاي شخص. وبالليل بتتخانق جو مع جون وبتقول له انت هتعمل نفسك حنين دلوقتي مع انك عمرك ما فكرت تيجي تشوف امي.
وبعد ما بيحصل بينهم شوية كلام كده بتهرب جو من البيت وبتروح تجري على بلاك اللي بقت صاحبتها وبتفضل قاعدة معاها لحد ما بتروح في النوم. ولما بيصحى جون من النوم تاني يوم بيجري على جو وهو خايف لأنه فكرها هربت، بس بيطمن لما يلاقيها قاعدة مع بلاك وبيقول لها بما إنك متضايقة من كل حاجة ومش عايزة تسمعي كلامي أنا عندي ليكي فكرة، إيه رأيك تشتغلي معاه في الإسطبل وتساعديني وهو بالمرة تبقى قريبة من بلاك اللي بقت صاحبتك. وفعلا بتوافق جو على العرض ده لأنها كانت عايزة تشغل نفسها بأي حاجة. وفي يوم بيكون شغالة وبيعدي عليها نفس البنتين اللي اتريقوا عليها قبل كده، والمرة دي بتسمعهم جو بتروح تضرب واحدة منهم وتوقعها على العشب علشان يعرفوا ان جو دي دماغها على قدها ولو مسكت حد هتزعله. بتروح تقعد شوية مع بلاك وبتلعب معاها شوية، ولما بترجع البيت بتلاقي جون واقف مع الصياد اللي اخذ منه بلاك وبتسمع الصياد ده بيقول لخالة انه لو ما قدرش يروض فرس المستنج اللي عنده هياخدها منه. فبترجع جو بسرعة لبلاك وبتفضل تتكلم معاها وتقول لها انها مش هتقدر تسكت لحد ما تشوفها بتتباع، وبتقرر انها تبدأ محاولة ترويضها. وطبعا لانها ما عندهاش اي خبرة في المجال ده بتطلب من جون انه يساعدها، فبيقول لها ان اول خطوة تحط اللجام على وش الفرس. اول ما بتمسك جون اللجام وتقرب بيه من بلاك بتطلع تجري بكل سرعتها ومن غير ما تقف، فبيقول لها جون ان حصان المستنج صعب جدا حد يسيطر عليه ومش بيدي الامان غير لشخص شجاع عدى على مشاكل كتير وقدر يتغلب عليهم. ومن يومها بتقرر جون انها لازم تراود بلاك بدل ما تتاخد منها وما تعرفش تشوفها تاني. وتاني يوم قدام كل القرية بتقف جو وهي ماسكة اللجام في ايديها، وعلشان تطمن بلاك بتحط هي اللجام على وشها الاول وبتقول لها شايفة الموضوع مش صعب زي ما انت فاكرة. وبعدها بتحط اللجام على بلاك بالراحة من غير ما تتضايق منها بلاك، وكل اهل القرية بيبقوا واقفين مش مصدقين اللي بيحصل لان بلاك دي محدش اصلا بيقدر يقرب منها. وبعدها بيدخل جون يقول لجو انهم لازم يعملوا لها حدوة تلبسها في رجلها ولازم تحط لها سرج على ظهرها علشان تقعد عليه. وبتفضل جو تتدرب بلاك اللي في الاول بتكون رافضه كل الكلام ده، بس واحده واحده بتبدا تتعود لحد ما بيحس جون انها خلاص جاهزه وبيقول لجون انه محتاج يجرب يركب عليها ويشوف ايه اللي هيحصل. وبيفهم جو ان المكان ده مش ملكه، انه بس بيدرب الحصانه الصعبه الميراث لحد ما تتروض بدل ما تترمي لوحدها، انه لو قدر يدرب بلاك وسمعت الكلام هتتباع. لما بيجرب جون انه يركب بلاك بتجري بيه بسرعه لحد ما يقع من على ظهرها وبيتصاب. وبالليل بتقعد جو بره وبتشوف صوره لاهلها اللي ماتوا قريب وبتفضل تعيط لما تشوف ابوها وامها، وبتصعب على بلاك اللي بتروح تقعد جنبها وبيسيبها تطلع على ظهرها، وبتفضل بلاك تمشي بيها مع ان جو عمرها في حياتها ما ركبت حصان قبل كده. وبعد ما تجري شويه ببلاك بتقع من عليها وهي عماله تضحك ومبسوطه، ولما بيشوفها جون بيقول لها خلاص انا هجيب لك الحاجات اللي هتلبسيها وهدربك على ركوب الخيل. وفعلا ده اللي بيحصل طول فصل الصيف، بتفضل جو وبلاك مع بعض طول الوقت وبيحصل بينهم رابط محدش يقدر يغيره لدرجه ان في اوقات بيحسوا ان هما الاثنين كائن واحد. وبعد ايام بيخلص فصل الصيف وبترجع جو تاني للدراسه، ودي طبعا حاجه بتضايق بلاك لان جو هتبقى بعيده عنها معظم الوقت. ومش بترضى تضايق جون تاني وبتقرب منه وتسيبه يقرب منها براحته، وبيجيب كمان جون سايز جديد علشان يخلي باله من الاسطبل ومن اكل الحصانه طول الوقت ويتاكد انهم بيتدفوا كويس. بس السايز الجديد كان مهمل وطول اليوم ماسك الموبايل ومش مركز في حاجه، لحد ما في ليله حط الدفايه اللي المفروض تدفي العشب للحصانه علشان يناموا عليه ونسي يبعدها عن العشب. ومع الوقت زادت درجه الحراره وولعت الدفايه في كل العشب اللي موجود والنار مسكت في الاسطبل كله. وفضلت بلاك تنادي على اي حد، بس طبعا كله كان نايم ومحدش سمع صوتهم، لحد ما صحت جو من النوم وطلعت تجري على الاسطبل. واول حاجه راحت عليها كانت بلاك اللي قدرت انها تطلعها سليمه من الحريق. وبيكون جون هو كمان صحي وباقي اللي شغالين معاه، ومحدش منهم بيرضى يدخل الاسطبل اللي بيولع مع ان لسه في حصانه تانيه جوه. فبتتشجع جو وبتدخل جري على مكان الحصان اللي فاضل وبتقدر انها تنقذه في اخر ثانيه. وبتفضل واقفه بره تتفرج على الاسطبل اللي اتحرق كله ما بقاش نافع. وتاني يوم بيوصل جوردوني اللي بيكون عايز ياخد بلاك لانها اصلا بتاعته وجون كان بيروضها بس. فبتقول له جو ايه رايك لو اهتميت انا بيها كل يوم بعد المدرسه ودفعت ثمن اكلها واي حاجه تانيه تحتاجها ينفع تفضل معايا. ولما بيلاقي جوردون انها ماسكه قوي كده في الحصان بيوافق على العرض، بس بيقول لها ساعات في ناس بتيجي تاجر مني الحصان ودي حاجه لازم انت توافقي عليها. وطبعا بتوافق جو اللي بتفرح ان بلاك لسه هتفضل جنبها على الاقل الفتره دي.
والتاني يوم بيوصل واحد اسمه جورج وده جاي يتفرج على الحصان اللي في الاستابل وطبعا بيكون معجب ببلاك وبيقرر هو وامه انهم يأجروا بلاك ب $200 في الاسبوع ولان جون عارف ان جو هتزعل لو عمل كده من وراها بيتفق مع جورج وعيلته ان الفارس الحقيقي اللي روض بلاك تبقى جو وعلشان كده اقتراح انهم لازم ياخدوها معاهم وفعلا ده اللي بيحصل وبتودع جو خالها جون وبتركب مع جورج وعيلته علشان تروح للمزرعه الجديده اللي بلاك هتتدرب فيها وبتوصل للمكان الجديد وبتقابل يورك المسؤول عن الاستابل وكل حاجه ليها علاقه بالحصنه وبتشرف جورجينا البنت اللي عايزه تروض بلاك وفاكره نفسها تقدر تسيطر عليها وطبعا بلاك مش بتتقبل جورجينا في الاول وبتفضل ترفض تسمع كلامها بس علشان خايفه على جو لانها عارفه ان اي حاجه غلط هتعملها تاثر على جو بتسمع كلام جورجينا وبتكون امه واقفه تتفرج على جورجينا وبتقول لي يورك هي ليه بتركب الحصان بالطريقه دي طريقه مبتدئين ولما بتلاقي بلاك ان جورجينا مزودها بدل ما ترميها من عليها بتنزل هي على الارض وترفض انها تكمل معاها علشان كل اللي واقف يفضل يضحك وبعدها بتروح جو جري على بلاك وهنا بقى بيشوفها جورج اللي واضح انه معجب بيها وبيقول لها انا حاسس ان محدش هيعرف يتعامل مع بلاك غيرك علشان كده انا عايزك انت اللي تفضلي معاها وبعد ما تفرح جو بالخبر ده بتدخل عليها ام جورج وبتقول لها انا بنتي جورجينا هتزعل لو انت اللي فضلتي مع بلاك وطبعا لو بنتي زعلت انا هزعل وقتها اقول لك مع السلامه مالكيش مكان بينا وبعد التهديد ده بتخاف جو وبتبعد عن بلاك بدل ما تبعد عنها خالص وتاني يوم بتطلع جورجينا على ظهر بلاك وبيكون لابسه حاجات شوز في حديد وبتفضل تضرب في بلاك لحد ما تجرحها وبعد التدريب بتروح جو تطمن على بلاك لما بتشوف الجروح دي بتتعصب ومش بيشوف قدامها وبتفضل تدور على جورجينا علشان تهزقها بس جورج هو اللي بيطلع لها وبيقول لها ايه اللي حصل فبتحكي له اللي اخته عملته وبتقول له انا عايزه اجيبها شوفي عملت ايه في بلاك وما تنساش انتوا في الاول والاخر مأجرينها يعني دي مش بتاعتكم فبيروح معاها جورج يشوف بنفسه اللي حصل وبيديها علاج لبلاك وبيعتذر لها بالنيابه عن اخته وبتفضل جو مع بلاك بعدها لحد ما بيروح لها جورج وبيعترف لها انه معجب بيها وبيقول لها ان اهله عاملين سباق خيل الاسبوع ده وكل واحد بيعزم ضيف يتفرج عليه وبيطلب من جو تكون هي الضيفه اللي تروح معاه وفعلا بتوافق وبيسألها تحب تكون ايه كمان 10 سنين فبتقوله انها عايزة تحوش فلوس وتشتري مكان كبير تربي فيه حصنة وتخلي بالها منهم لانها مش متخيلة مثلا ان حصان زي بلاك بيوتي ده كان ممكن يكون مرمي في الشارع دلوقتي بدون رعاية والخطة دي بتعجب جورج جدا وبيقولها انها لازم تحضر معاه السباق لانها هتبقى تجربة لطيفة وفي يوم السباق بتستغرب بلاك من الناس الموجودة ومن الاجواء اللي بيكون جديدة عليها بس بيكون متحمسة وبيوصل ديفيد على الحصان بتاعه بيقول لجو تتمنى له التوفيق بس امه بتشوفه وبتبقى مستغربه هو ليه ابنها بيكلم جو اللي تعتبر سايس شغاله عنده وبيبدا السباق وبيكون جورج متمكن وبيقدر فعلا انه يكسب وياخد الكاس وبيحتفل مع جو وبعدها بقى بتبدا سباق البنات وبتدخل جورجينا على بلاك وكله بيكون مستني انها تكسب وبيبدا السباق وبتفضل جورجينا تضرب بلاك علشان تخليها تجري باقصى سرعتها لحد ما تتكسر حدوه من رجل بلاك وعلى الرغم من كده مش بترضى جورجينا توقف وبتفضل تضرب بلاك اللي في نص السباق بتدوس على حجر كان موجود على الارض وبتقع هي وجورجينا وكله بيجري يطمن على جورجينا الا جو اللي بتجري على بلاك تطمن عليها وتتاكد ان رجلها سليمه وبتيجي بعدها دكتوره بيطريه تبص على رجل بلاك وبتقول ان رجلها اصابت وهيفضل فيها عاهة مستديمة والحل الوحيد هي عملية بس مكلفة شوية بس طبعا ام جورج بترفض تعمل العملية وبتكون الدكتورة مستغربة من اللي حصل وبتقول ان الشخص اللي كان راكب الحصان ده وفضل مصمم يجري بيه مع انه عارف ان الحدوة اتخلعت المفروض يتمنع من ركوب الخيل باقي عمره وبتفضل جو متضايقة والحاجة الوحيدة اللي بتطمنها ان الاربع اسابيع خلصوا كده ترجع تاني مع بلاك لبيت خالها بعد ما اخدت $800 اللي جار بتوع بلاك بيوتي وكده تقدر تشتريها بس بيوصل جون وهو معاه خبر صادم وبيقول لي جون مش قادر يدفع ايجار الاستابل وعلشان كده باعوا بكل الحيوانات اللي فيه وطبعا بلاك كانت واحدة من الحصنة اللي باعوا وفي اليوم اللي اتباعت فيه بلاك طلعت جو تجري وراها وهي مش عارفة تعمل ايه لحد ما اختفت بلاك وفضلت جو عايشة مكتئبة وده اللي خلى جون يحكي لها سبب حبه للموستانج وهي انه هو صغير ابوه جاب له حصان موستانج ما كانش حد قادر يروضه لحد ما روضه هو وسماه ابوه وفضل متعلق بيه بس بعدها الحصان اتباع وفضل جون يعيط عليه ومن يومها عرف انه ما ينفعش يتعلق باي حصان لانه هيحبهم كلهم وبيروح بقى نشوف حياه بلاك بيوتي الجديده اللي اتباعت لتيري وده راجل شغال مع الشرطه في البحث عن المفقودين والحياه دي كانت خطيره وكل يوم فيها دروس جديده بلاك بتتعلمها وفيها شجاعه اكتر من قبل كده وفي يوم كان في مهمه انقاذ لواحد بيغرق في النهر بسبب الفيضان ورجله اتحشرت في الصخور وبيقرر تين انه ينزل ينقذه وهو ماسك اللي جنب بتاع بلاك علشان تسحبه ولما بينزل بيقدر
يقدر ينقذ الراجل، بس المية بتاخده وبتبقى هتغرقه هو وبلاك. فبيقطع اللجام علشان يغرق هو لوحده، وبتقدر بلاك انها تجري، بس بترفض انها تسيبه لوحده وبتطلع تجري على النهر ورا تيري لحد ما يشوفه وقع فين، وبترمي اللجام تاني في المية علشان يتعلق فيه تيري ويطلع من المية على ظهرها. ولما بيرجع بيكون تعبان، فبيدي بلاك لواحد يخلي باله منها لحد ما يتعالج هو، بس للأسف الشخص ده بيبقى غبي ومش فاهم حاجة، ومش بيحط بطانية على بلاك اللي بتفضل طول الليل في البرد لحد ما رئتها بيبوس. وتاني يوم بيكون تعبت، فبيفضل تيري قاعد معاها طول اليوم، وبعد ما بتتعلق بتيري اللي قضت معاه سنتين بيقرر انه يستقيل من الشغلانة الخطيرة دي، وبيبيع بلاك لمزارعين بيستخدموا بلاك في حرس الأرض بتاعتهم. والمزارعين دول ما كانش عندهم رحمة ولا الشغل معاهم كان سهل. وعدت السنين ورا السنين، وكل اللي مهون على بلاك انها دايما فاكره جو، عارفه انها اكيد في يومها ترجع تاخدها من البهدله دي تاني. وفي الوقت ده كان عدى على اخر مره شافت بلاك جو فيها 7 سنين، وخلاص فقدت الامل، وبيكون شغاله في استبلاط المدينه كل يوم، بتطلع تمشي بعربيه مسافرين كل يوم، وبالليل ترجع استبل قذر تعيش فيه تاني. وفي يوم بتقابل بلاك الحصان اللي كان معاه في استبل جون، وبيسلم الاتنين على بعض، بس بتستغرب بلاك ان شكله عجز، وبتسال نفسها يا ترى هي كمان عجزت كده زيه ولا لا. وفي يوم وهي ماشيه بتشوفهم شايلين جثه حصان، وبتعرف ان الحصان ده يبقى صاحبها، فبتنهار وبتقع على الارض ومش بتقدر تتحرك، وده طبعا بيبقى خبر مهم بينزل في كل الجرايد. وبتقع الجرايد دي في ايد جو اللي طول الوقت ده كانت بتدور على بلاك ومعها فلوس تقدر تشتريها بيها، بس لما بتتصل بالاستابل بيرد عليها واحد عايز يبيع بلاك بفلوس اغلى، فبيقول لها لا مفيش عندي فرز بالمواصفات دي، بس جو مش بتسكت وبتفضل تتصل لحد ما بيرد عليها واحد تاني وبيقول لها ان بلاك موجوده عنده. قبل ما تتباع بلاك تاني بتوصل جو اللي مش بتصدق نفسها لما بتشوف بلاك قدام عينيها، وبتطلع تجري عليها تاخدها بالحضن، وبتدفع جو ثمن بلاك وبتاخدها معاها بعد ما قدرت انها تشتري الاستابل بتاع جون كله وتربي فيه حيوانات وكمان تتجوز جورج. وبتركب جو على ظهر بلاك وتجري بيها زي الايام الخوالي بعد ما رجعت لبلاك حريتها من جديد، وكل ده لان جو امنت بيها وحبتها من اول يوم شافتها فيه. وبس كده بيخلص فيلمنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تبخلش عنا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في فيديوهات جايه كتير، واشوفكم على خير ومع السلامه.